حين نولوا لكم واحد العينه من الكوارث اللي كاين هنا. ماشي تقولوا الدولار انا رابحين، انا ميزيريه عندها الباك مسكينه، انا مهربينها عند الفاميليا. ما عندناش ماناش عايشين عيشه. 2020 طواليت كوليكتيف، نروحوا نشوفوها. جيتوا 70 عائله. نعم. الناس كبروا، الناس عندهم دراري، زوجوا، سكنوا. بلات العائله تاعنا واحده 125 ولات. بصح ما كانش كرويين. صح، قول يا كالف. اللي يجي يدخل ما خلوش يسكن معنا. يعني ما جبتوش الناس تسكواطي. لا احنا من 93 الحومه تاعتنا راهي هنايا. دونك ديرها من 93 اصو مومون. سي 27 سنه. الله. اللي يجي ديجا صارت مشاكل معاهم، كثر خير الشرطه تاعنا عاونونا فاني تاع الحي الفيزي. عاونونا، اللي يجي يدخل نحاوجهم. ها هو راهي الجمعيه على بالو بشكل كاع، وانا قريي ورانا كلش. والكلمه للاخ بوعلى. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. احنا جمعيه الاتفاق حي سيدي ادريس سيلفا، راه مدوها واسمها سيلفا دوكا حاليا. احنا دخلنا تقدر من 93، سنه 93. احكي لي كيفاش دخلتوا هنا؟ دخلنا الوضع كان متدهور، يسمى كل واحد منا من الاحياء يجوا، كانت فارغه هنا، كانوا السكنات هذو سيدي ستري غير سكولات، دي سكولات برك، وغلقوا ماك. شوف كيفاش تبني. وانتم ما عاودتوا بنيتوهم؟ فوالا رممناهم شغل، غلقناهم وراك تشوف. انتم كي جيتوا هنا على اطار واش؟ كل واحد كيفاش جا. دخلنا على اساس كل واحد ما كل واحد ومشاكله. اللي ما عنده ساكن ماذا ضمينا، كانوا السكنات الفارغين كانوا فيهم بعض الجماعات. دخلنا حنايا وبدينا ديرنا جمعيه، نسقنا مع الولايه، بدينا مع البلديه، مع لا دايره، التنسيق يوميا. ومن بعد بدات تكبر الحاله، ما تزدنا وتوصلنا ليكستونسيون حتى وين درنا برارك من اللور. الناس كبروا هنا مولا 20 سنه، تزوجوا هنايا، ورانا نستناو السلطات. الوعود كاينه يوميا، كل ما مكاش السلطات ما رحناش حتى رئاسه الجمهوريه. واش قالوا لكم؟ الوعود يقول لك اصبر، بالك رمضان هذا تروحوا، بالك الخطره الجايه ان شاء الله تروحوا، والحاله راهي غير تتضخم. صح، مع الاول البلديه كش ما عطاو لكم كلمه كيما نقولوا حاجه. عندهم لا بروميس، داروا الاحصاء، داروا لكم احصاء. نعم، داروا لنا البصمه، داروا مي توجور كلمه دخلوا المكاتب. صايت تسكنوا، مي ما كانش المواصله. هذا الجيران انت وانا راك شوف فيهم، ما جابهمش الخير لهنايا. معلوم. ما جابهمش الخير لهنايا. ودوك هذوك سمعت منهم على كل حال راهم في حاله لا لوثا لها. نزيد نضيف لك حاجه تاعي، المتحدث اكثر من 16 قطعه تاع الارض اللي وزعها. خدموا بينا، خدموا بكري بوالدينا ماتوا ربي يرحمهم، خوانا وعمومنا. تقريبا اول شاهد انا في برج الكيفان هو عمي. وهذو اللجنه اللي تربي سر بيناهم كاع، مي ما كاش المراقبه كيما هذو، ما عندهمش حقهم الدواه. انا حقي الدواه، هي عندي مقطع ارض هربت منها. هاك تعرف المجاهدين ودي، هذه عندي قطعه ارض من 95. قطعه الارض هذه تاعك؟ تاعي. ايه. واش صرا لها؟ العصابه. يعني حبيت نفهم حاجه. وين دخلت انا دوكا؟ هنا تحبس. هنا تحبس خويا. زوجة والزوج وربع دراري بارك الله. هنا تحبس. وشحال في هذا البيت هذه البيوت هذه؟ 26 سنه. وطفله تقرا وعندهم بابا. عندها الباك مسكينه، انا مهربينها عند الفاميليا. بين سته تلقدوا كاع. باباها كي يجي يبدل حاشاك وحاشا قدركم، يخرج ولاده باش يبدل. المير هذا فوطيتوا عليه؟ ايه فوطينا عليه. قدور هو سببنا، هو سببنا، جانا وكل يوم يقول له هما خدموا خدمتهم. رحنا لا دير فما با كان جور رئيس دايره جديد، دخلنا عليه حنا، دخلنا رئيس الجمعيه والعضو تاعو شكل حيسيبها صايت تروح له بوان نوار. كي رحنا له قلنا له صبروا انتم مازالكم ولا كاع البلوك هذا كوليكتيف. ما عندناش ماناش عايشين عيشه. هذا في 2020 طواليت كوليكتيف. الماء كي تقطع العين ما كاش، نجيبوا سيتيرنا باش نعمروا الماء. انا في 2000 هذا ميساج لرئيس الجمهوريه عبد المجيد تبون والوزير السكن. ودوكا كيما نقولوا حاشا الناس وحاشا اللي يشوفوا حاشا السامعين، ارواح
تواليت كوليكتيف كاع تاع لي مابل كاع. شحال راكم هنايا واحد كاع كاع 18 فامي 18 عائله كامل كاع هنا تواليت كوليكتيف صحه. ولاو يهربوا ولادنا يهربوا من الدار. انا طفله 22 سنه هاي هربت لي راهي عند خوتها قالت لي مليت مليت ماما قالت لي كل يوم نفس الهضره قالت لي ماما كل يوم نفس الهضره تقولنا حنا نروح له خلاص ملينا بنتي 20 سنه هذه 16 سنه ملينا خلاص باش نبدلو ما نقدروش نبدلو والله ما نقدروا نبدلو بالواحد بالدار حتى يخرج راجلي باش ملينا كاع مرضى السكر لا طونسيون انا السكر لا طونسيون جاتني في هذه الدار راني بالدواوات حبيت نوريهم لك ازماتيك السكر لا طونسيون راني راني بالدواوات حبيت نوريهم لك ربي ربي يجيب الخير ان شاء الله. هاد الحاله شوف كيش رانا عايشين تما وين تاكلوا وين طواليت شاف وين طواليت حاشاك شاف شاف ماشي تقولوا الدولار انا رابحين انا ميزيريه وهنا وين طيبوا وعندنا معوق